أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات خلال الاحتفال بالعيد الوطني المجيد من خلال تكثيف التواجد المروري على جميع الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفالات، وذلك بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع. وخلال اتصال هاتفي سابق، قال العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بوزارة الداخلية إن الإدارة على أتم الجاهزية لتنظيم الحركة المرورية في كافة المواقع أثناء احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني. تتولى الإدارة العامة للمرور كافة الترتيبات المرورية من خلال توجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله، وذي إشراف مباشر من قبل سيدي سعادة المدير العام العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب لاتخاذ كافة الترتيبات وانتشار وأعطاء التوجيه التعليمات لنشر جميع ضباط وضباط صف في كافة الشوارع وكافة المواقع المتوقع احتفال من ضمن البرامج التي تحتضن احتفالات بالأعياد الوطنية في مملكة البحرين، ولضمان طبعا انسيابية الحركة المرورية.